الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، يقول عز وجل في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآيات الكريمات يبين الله عز وجل ويؤكد على أمرين مهمين. الأمر الأول هو الوصية بالتوحيد، الوصية بتوحيده عز وجل وعدم الإشراك به، في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإفراده بالعبودية وبالتوحيد هو من أول الواجبات على العباد ومن أول حقوق الله عز وجل على عباده، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد يا معاذ؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك أول أمر خصه الله عز وجل بالوصية وبمضمون رسالة جميع الأنبياء والرسل هو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وإلهكم إله واحد. وقوله عز وجل: قل هو الله أحد. فلا تتحقق العبادة إلا بتوحيده عز وجل وإفراده بالعبودية وتجنب الشرك بالله عز وجل بكافة أشكاله وألوانه. غير ما يلفت الانتباه أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل عطف على توحيده الوصية بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، وهذا يدل على مكانة الوالدين، فقال بعد التوحيد: وبالوالدين إحسانا، على صيغة المبالغة إحسانا، كما في قوله عز وجل في آية أخرى: حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية. ولذلك عز وجل أكد على الإحسان إلى الوالدين والمبالغة في الإحسان إلى الوالدين على صيغة المبالغة، كما في قوله تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فهذه الآيات كلها تدل على قيمة الوالدين وعلى مكانة الإحسان إلى الوالدين، وقد تضمنت سورة الإسراء مظاهر الإحسان إلى الوالدين. لذلك من أعظم الأخلاق بعد التوحيد الإحسان إلى الوالدين. فالإحسان إلى الوالدين عبادة أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة، وليست عادة، فالله تعالى يجازيك عليها إذ أنت أحسنت الإحسان على أكمل وجه للوالدين. إحسان أي إكراما، على أحسن وجه، على أكمل وجه، يعني المبالغة في الإحسان إلى الوالدين. وهذا من علامات رضا الله عز وجل ورضا الوالدين. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين أيها الإخوة الكرام. وهذه الآيات تدل على مكانة البر بالوالدين. ولذلك مظاهر الإحسان إلى الوالدين في هذه السورة العظيمة سورة الإسراء أيها الإخوة الكرام،
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الزمن الذي أكد عليه الحق سبحانه وتعالى هي حين وحال الكبر، لأنهما يكون في أمس الحاجة إليك، إلى رعايتك، إلى إحسانك، إلى برك. فتذكر أنك كنت صغيرا فكان يحسن إليك إحسانا حتى كبرت، الآن يأتي دورك للإحسان إليهما حال كبرهما. إما يبلغن عندك، وعندك أي في بيتك معك بقربك بجانبك، وليس في دور العجز كما يفعل بعض العاقين لوالديهم. طبعا لا، الإسلام طبعا يمنع ويستنكر أن يزج الإنسان بأمه وأبيه في دور العجزة. فعندك هنا في بيتك، يعني معك، تحت رعايتك، تحت مراقبتك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني الله عز وجل نهانا عن قول كلمة أف، ولو كانت كلمة أقل لذكرها الله عز وجل، فما بالك بأكثر منها، بأكبر منها. فالتحريم أولى في الشتم وفي السب والعياذ بالله. يعني أقل كلمة أف لا ينبغي للإنسان أن يتأفف على والديه طبعا، وهذا يعتبر من سوء الآداب مع الوالدين. فلا تقل لهما أف. وينبغي دائما أن يكون لسانك رطبا مع الوالدين، وقل لهما قولا كريما، قولا كريما أي قولا حسنا. فلا تجرح مشاعرهما ولا تحقرهما ولا تجرح مشاعرهما ولا تنهرهما، أي لا تجرح مشاعرهما، لا تغير قلبهما اتجاهك. اتركهما دائما فرحين راضين عليك، وهذا من علامة البر بالوالدين أيها الإخوة الأفاضل. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ثم المسألة التي بعدها، وهي من أخلاق البر بالوالدين، هو التواضع معهما، أن تكون متواضعا. واخفض لهما جناح الذل، وفي هذا إشارة إلى التواضع والتذلل للوالدين. وهنا تذلل إحسان وإكرام، وليس تذلل عبادة، تذلل إكرام وإحسان للوالدين. طبعا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من مظاهر البر بالوالدين كذلك هو أن تدعو لهما في حياتهما، قل رب ارحمهما بالرحمة والمغفرة والتوبة والأوبة والصحة والعافية، هذا في حياتهما. وحتى وإن مات فلا ينبغي أن تنقطع عن البر، بأن تواصل الاستغفار لهما والدعاء لهما. وقل ربي، أي هنا دعاء، يجب أن تنصرف بالدعاء للوالدين دائما، وهذا يدل على برك ولو بعد وفاتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة الكرام، فنرجو من الله عز وجل أن نحسن إلى الوالدين، وأن ننال برهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهما. ونختم بهذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي الكريم: رغم أنف امرئ ثلاثا، أدرك والديه أو إحدى والديه أو كلاهما، أدرك والديه أو كلاهما ولم يدخل الجنة. فالوالدين أو إحداهما باب مفتوح لك لدخول الجنة، فالزم برهما وطاعتهما في طاعة الله عز وجل. نستغفر الله العظيم، آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.